تجاوزا ما بين بلديهما من خلافات في اللحظة الراهنة، ودعي الأهل والجيران للمشاركة في الفرحة. عصام شاب مصري وحنان فتاة جزائرية يفتحان معا أولى صفحات حياتهما الزوجية، ويغلقان بالحب صفحة الغضب المتصاعد بين أبناء الشعبين. رسالة أراداها الآن لينضم إلى أكثر من 3000 أسرة مصرية جزائرية. لما نزلت المطار كنت جاي من الجزائر، كنت خايف بسمع باللي في مصر بيضربوا جزائريين وبيكسروهم وبيديروهم مشاكل، والحمد لله لما جيت هنا شفت حاجات تانية. إن يكون زواج حنان من عصام محمود ابن ده تهدئة للرأي العام، عشان نقول لهم رغم كل الظروف ديت ان احنا مصريين اهو، ما عندناش كراهية، ما عندناش ضغينة. هنا في شبرخيت بمحافظة البحيرة فرحة مصرية جزائرية ترد على الغضب المتصاعد في اماكن متفرقة من مصر، مما يقولون انه اعتداء مشجعين جزائريين على مشجعين مصريين في الخرطوم. لكن وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت مبادرات تدعو للمصالحة وتطالب بمحاسبة الإعلاميين والسياسيين المسؤولين عن بث روح الفتنة بين الأشقاء. بالرغم من أنه أي خطوة في هذا السبيل ممكن كل طرف لدى كل حيبة فيه عنده مشكلة مع جمهوره حيصفه بالعمالة حيصفه بالخيانة، إنما مع ذلك ده دور العقلاء، ده دور النخبة، ده دور المثقفين. دعوة تنتظر تحركا للتنفيذ على أمل أن تعود العلاقات بين الشعبين إلى سابق عهدها. على المستوى الرسمي تبدو العلاقات بين حكومتي البلدين أقل حدة وإن بقيت في دائرة التوتر، وعلى المستوى الشعبي يبدو الغضب الشعبي المصري عنوانا أبرز للوضع الراهن. لكن وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت الدعوات للمصالحة، دعوات يأمل القائمون عليها أن تجد آذانا صاغية في الجزائر كي يعبر الطرفان معا تلك المرحلة الفتنة في تاريخ العلاقات الأخوية بين الشعبين. سمير عمر، الجزيرة، القاهرة.